شايفة الحزن اللي عندك ده في الفترة دي، شايفاه بيخرج في صورة عصبية. شوف برج الميزان، انا هقولك على حاجة، انت انا شايفاك مجروح من الشخص ده كتير جدا. هو في حاجة، انا شايف حتى الشخص التاني انا شايفة احساسه بالزعل اقوى منك، لان هو عنده مع الزعل ده انا شايفة فيه عنده ندم، انا شايفاه ندمان جدا. فشايفة ان هو بيعيش احساس اصعب من احساسك، وشايفاه في نفس الوقت عايش معاناة من حاجات كتير. شايفة عند بعضكو يا برج الميزان، في بينك وبين الشخص ده او بينك وبين الطرف التاني ده في اشخاص مشتركة، يعني ممكن يكون عند البعض منكو انتوا جيران، او في تعارف ممكن نقول عليه عائلي، يعني ممكن عيلتك وعيلة الطرف ده بيعرفوا بعض، لاني شايفاك بتشوفه احيانا بس مش بتتكلموا. في مراقبة من الطرفين، ايوه في مراقبة من الطرفين. شايفاك برج الميزان بتعرف عنه شوية حاجات، بس شايفاك برضو متضايق، يعني انا شايفاك يا برج الميزان عايز تدخل في تفاصيله اكتر، او عايز تعرف حاجات معينة في دماغك غير اللي بتسمعها. شايفة كمان غيرة من ناحيتك على الشخص ده، يعني شايف ان انا شايفك انك حاسس ان الشخص ده من حقك ان انت تعرف عنه كل حاجة. شايفة عند البعض كمان الطرف التاني بيكتم مشاعره، اللي هي برضو قوية، يعني انا شايفة حب قوي جدا جدا للطرفين، بس مش بيفكر كتير في شكل العلاقة. شايفاه بيحلم يكون معاك، شايفة الطرف التاني بيدعي ربنا. بعضك يا برج الميزان شايفاه مل من الانتظار، يعني في البعض منكم قرر يبعد او يختفي تماما من قدام الشخص ده، لان شايفة البعض ممكن يكون بيسافر ويرجع. شايفاك مش واثق في مشاعر الطرف التاني اصلا، يعني انت زي ما قلت هي العلاقة عند البعض منكم ممكن تكون سرية عليكم انتوا الاتنين، يعني هو اللي بينكم احاسيس، ممكن تكون حاسس من ناحيته ان هو بيحبك بس انت مش متأكد. العلاقة اللي احنا بنتكلم عنها دي في الغالب هي مع ابراج نارية. شايفة بعدك يا برج الميزان ان كان عندك، ممكن البعض منكو يعني كان عنده تجربة قبل كده او اتخدعت فيها، انجرحت فيها، ممكن يكون من الشخص ده نفسه في السابق، وممكن يكون من حد تاني. شايفة ان انت خايف ان ده يتكرر في العلاقة دي، او تكون خايف يتكرر لو انت صارحته، بس شايفة ان العلاقة دي هيكون فيها تواصل، بس هياخد وقت شوية، بالذات لو في طرف تالت سواء عندك او عنده او انتوا الاتنين. في الغالب العلاقات اللي فيها طرف تالت انت عارف ده، يعني عشان اللي بيسمع، مش كل العلاقات او مش كل برج الميزان فيه طرف تالت، لا انا بتكلم هنا، انا بتكلم عن علاقة اصحابها هم عارفين ده، عارفين ان في طرف تالت. انت عارف ده والشخص التاني عارف عنك ده. خلاص كده اتفقنا ان طرف تاني دي او طرف تالت دي هي مش منطبقة على الكل. بعضكو انا شايفة ان الطرف التالت عنده هو الاهل، في تدخل شفت شايفاه من، ممكن تكون الست دي، ممكن تكون الام، وممكن تكون من طرفك انت يا برج الميزان، او الطرف التاني برضو. يعني شايفة التدخل من الاهل ده هو رفض العلاقة دي تماما، يعني رفضها خالص،
او ممكن نقول ان موضوع الاهل ده تسبب في هدم العلاقة دي. شايفة البعض من مواليد برج الميزان بعضكم تعرض لخيانة ممكن تكون من ابراج هوائية او مائية، وممكن يكون العكس برضو، يعني انت اللي خنت الطرف التاني يا برج الميزان اللي بيسمع القراءة، كل واحد عارف حالته. العلاقة دي ممكن نقول ان الانفصال فيها حصل، شايفاه حصل من شهور، يعني ما بين 6 ل 8 شهور. عند البعض شايفاها وصلت لمحكمة، او انت اللي بتطلب، او انت بتطلب العدالة في العلاقة دي. شايفة في طرف اتعرض لظلم كبير، لاني شايفة مشاكل كتير جدا حصلت وفضلت تتصاعد وتكبر من ولا حاجة. يعني مشاكل بدأت تقريبا، حصل تدخل ناس، شايفة المشاكل ابتدت تكبر من كل ناحية، لكن البداية بتاعتها كانت ولا حاجة، او كانت حاجة بسيطة، لكن فيها بس شايفاها بقت تتصاعد بشكل غريب يا برج الميزان. بعضها كان فيها شكوك، فيها غيرة، بعضها كان ممكن يتحل جدا في بدايتها خالص. في البعض عندكم كان السبب مادي. اللي في الحالة دي برج الميزان، انت بتعيش حالة حزن، شايفاك بتعيش حالة حزن كبيرة جدا، وشايفاك منطوية على نفسك وعلى الذكريات. بعضكم برج الميزان الطرف التاني برضو شايفاه بيعيش ندم، او لسه هيمر بحالة ندم. شايفة عند البعض خلاص انت اديت ظهرك للعلاقة، او الطرف التاني هو اللي ادى ظهره للعلاقة، مش عايز مصالحة خالص، شايفاك قفلت على قلبك. بس انا شايفة في نسبة رجوع، يعني برغم كده انا شايفة في نسبة رجوع كبيرة، ب ب ب يعني برغم ان السيناريوهات، يعني انا قلت القراءة اللي قدامي بكذا بكذا شكل عشان تنطبق على الغالبية ان شاء الله. ده بالنسبة للمطلقين او المنفصلين، وده غير السيناريو اللي قلناه في الاول عن العلاقة اللي ما فيهاش اي اعتراف، دي اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول. شايفة في تواصل في العلاقة دي يا جماعة، هيكون عن طريق شخص مشترك بينكم انتوا الاتنين. فاهميني؟ فاهمين انا بتكلم عن ايه؟ العلاقة اللي فيها طرف تالت، اللي ما فيهاش اعتراف بحب، بس انتوا الاتنين بتحبوا بعض، شايفة هيكون فيها تواصل عن طريق شخص مشترك بينكوا انتوا الاتنين. يعني ايه شخص مشترك؟ يعني شخص انت تعرفه والطرف التاني برضو يعرفه. هو الطرف ده مش هيوصل كلام، يعني مش هيوصل كلام منك ليه او منه ليك، لا، بس هيكون سبب بشكل او باخر، يعني بس مش هتستخدموه، الشخص ده مش هيكون مستخدم من اي حد فيكم، هو الموضوع هيحصل ممكن بالصدفة. هيكون سبب انكم تتكلموا، او على الاقل الطرف التاني يا برج الميزان هيبين حبه ليك. ده ممكن يحصل في الفترة زي ما قلنا ما بين منتصف شهر يونيو لمنتصف شهر يوليو ان شاء الله. علاقة برج الميزان بالابراج الترابية، شايفة ان في علاقات كتير بالرغم انك قفلتها، او هو، وشايفة السبب عند بعضكم ان مفيش جدية في العلاقة. شايفة اكتر حاجة مسيطرة على طاقة برج الميزان الفترة دي انه مش قادر ياخد قرار. يعني انت برج الميزان القراءة عندك فيها كمية تردد كتيرة، انت تعبان جدا، طاقتك فضيت، في حاجات كتير انت مش قادر تميزها، في عندك افكار متناقضة،
بالتالي بناء على ده كله فانت مفيش استقرار نفسي. حتى عند البعض نفس عدم الاستقرار ده موجود في العلاقة، يعني في ناس عدم الاستقرار ده موجود في العلاقة نفسها، في علاقات انا شايفاها مش مستقرة رايحة جاية، حتى مع المرتبطين يعني اللي في علاقة زواج شايفة العلاقة رايحة جاية، ما فيهاش اي استقرار، مش مع المنفصلين بس. شايفة برج الميزان مسيطرة عليه في الفترة دي طاقته الهوائية قوي، يعني انت ساعات برج الميزان بيسيطر عليك اسم البرج بتاعك اللي هو الميزان بتبقى، بس ممكن من كتر ما انت بتتحمل، ودي حاجة حلوة وحاجة وحشة في نفس الوقت، انت بتتحمل حاجات كتير، بتعاني كتير، بتيجي على نفسك في حاجات كتير، بتحس انك ممكن تساعد اشخاص كتير او تتحمل ردود افعالهم، وبالتالي بيجي عليك فترة بتكون صعبة عليك وعلى الكل، مش عليك انت لوحدك، عليك وعلى كل اللي حواليك، لان طاقتك بقى الهوائية بتظهر انه من كتر الضغوطات اللي انت تعرضت لها بيبتدي التفكير يبقى فيه تهور. بس انت في حاجة هتكتشفها الفترة دي، والحاجة دي هتوضح او هتكون اجابة على اسئلة كتير بتدور في دماغك، يعني انت من ضمن الافكار اللي في دماغك في اسئلة، في حاجة انت هتكتشفها في الفترة دي هتكون رد على الاسئلة اللي في دماغك دي. شايفة في رجوع وارتباط مع ابراج نارية وبقوة، لأني شايفة علاقة حب قوية، غير ان هي علاقة حب قوية انا شايفاها منزهة. يعني ايه؟ يعني علاقة كده فيها حب الشخص لنفسه، يعني شايفاها منزهة من اي شهوات، بمعنى اصح لو قدرت اوصل ولو فاهمين انا اقصد ايه، انتوا الاتنين بتحبوا بعض حب اللي هو بنسميه الحب الحقيقي، لكن العلاقات الثلاثية اللي فيها طرف برج وناري، انا شايفة يا برج الميزان ان القدر او ربنا هو بس اللي يقدر يجمع بينكم، لان لو حصل تدخل منكم وده ممكن يكون اجابة على التردد، لان انا شايفك يا برج الميزان متردد كتير، او الطرف التاني هو اللي متردد كتير، في حاجة بتعوقه، في حاجة انتوا خايفين منها، في حاجة ما ينفعش تقدموا عليها، وده فعلا هنا هو الظاهر عندي. لو حصل اي حاجة منكم انتوا، غير التلميح او غير انك تعرف زي الحاجة اللي انا شفتها في البداية في الشخص اللي بينكم اللي هيخلي العلاقة تقرب شوية، بس مش لازم ان هي تقرب جدا، او مش لازم ان انتوا اللي تتصرفوا في ان العلاقة دي تنتهي بزواج او كده، لان انا شايفة هنا فيها تكون خسارة كبيرة لحاجات تانية. اسفة ان انا اقول كده، بس هي دي القراءة اللي قدامي، لو انتوا اتصرفتوا من نفسكم فيها تكون خسارة كبيرة لحاجات تانية. انا هنا بتكلم عن سيناريو معين، عن علاقة معينة، ما بتكلمش البرج الميزان كله. زي ما قلت لازم الطرفين يتأكدوا بأي شكل، يعني ولو بتلميح، لأن أنا شايفة إن برج الميزان محتاج جدا إنه يتأكد، رغم إن هو بيحس بده، بس محتاج جدا إنه يتأكد إن الطرف التاني هو كمان بيبادله نفس الإحساس، رغم إن هو حاسس. شايفة إن ده هيحصل قريب زي ما قلت بمساعدة شخص تالت مشترك بينكو. شايفة إنكو بتحسوا ببعض إحساس قوي جدا، برغم ان مفيش مصارحة فعلية، وزي ما قلت ان المانع اقوى منكو انتوا الاتنين. العلاقة دي محتاجة صبر، شايفاها هتتحل لوحدها، يعني اللي هيسأل هي هتتحل او مش هتتحل، هي هتتحل بس من عند ربنا، مش انتوا اللي مش انتوا لو انتوا اللي عملتوها هيبقى فيها خسارة لحاجات تانية كتير، وادام خسارة يبقى حاجات هتوجعكم، يعني ادام ظهرت في صورة خسارة يبقى هي حاجات هتوجعكم، فبالتالي العلاقة اللي انتوا هتعيشوها بعد كده، او الحب اللي بينكم بعد كده، او لو حصل ارتباط ناتج عنه خسارة في حاجات تانية،
مش هيكون فيها راحة، يعني مش هتكونوا مبسوطين بالعلاقة، وبالتالي هيأثر عليها. فأكيد ده اللي مش عايزينه ليها يعني. بعضكم بقى يا برج الميزان اللي بيتعامل في الحب بدماغه، شايفة فيه بعضكم بيتعامل بدماغه زيادة عن اللزوم. انت في حاجات كتير شايفاك فاهمها غلط، وهتضيع العلاقة بتفكيرك الغلط. يعني في حاجات كتير انت بتتعامل بدماغك ازاي، يعني كتير لغي قلبك كده وبتتعامل بالذكاء. يعني لا انا مش هرجع عشان لحسن يكون هو بيفكر فيا كذا فانا هعمل كذا. لا، في حاجات كتير عندك غلط، مش صح انك تتعامل بدماغك طول الوقت في العلاقات العاطفية. عندك شكوك كتير. عايزة اقولك ان احنا في الحب بنسمع كلام قلبنا شوية، كلام قلبنا شوية وعقلنا شوية، مش قلبنا بس ولا عقلنا بس. ده بالنسبة للي بكلمه هنا اللي بيتعامل في العلاقة بالشكل ده بدماغه شوية. المنفصلين مع أبراج هوائية، شايفة فيه هيكون رجوع إن شاء الله، بس فيه رجوع بشروط، وفي الغالب الشروط ديت هتكون من ناحيتك أنت يا برج هتكون من ناحيتك أنت يا برج الميزان. أنت في حاجات شفتها في العلاقة دي، يعني أنا شايفاك اتعرضت لخذلان، انت عملت مجهود كبير جدا في العلاقة دي، اتقابل يعني شايفاه اتقابل ب ممكن نقول مش غدر بس قلة تقدير. فانت قررت لو في رجوع هتكون يعني هتحط له شروط، او هتكون عايزه بالشكل اللي يريحك انت. قراءة موفقة يا برج الميزان. ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وهستنى تعليقاتكم عن الفيديو ان شاء الله. شكرا للمتابعة. برج الميزان.